تفقد الدكتور المهندس أعمار جبر خليل محافظ صلاح الدين أحوال المواطنين في شارع الأربعين وسط تكريت، وأمر بتحسين الخدمات على مختلف المستويات. ريال 205. ايش الحظ؟ ايش تريد؟ قلت ان شاء الله وظيفه شيء بيت. ما يخالف. تعال. انت شو مخلص؟ والله لا ترى. سجلوا على مروان الحرفي. تفضل. عليكم السلام. ها زين. يعني اثنينكم سجلوا. عاش الامر الاداري لحد الان. والقبل باشروا والوياي بنفس الامر الاداري باشروا واني ما باشرت. انا هسه ما اقدر اباشر احد خلافا للقوانين. يعني المباشرات كلها هسه جانا كتاب يقول ذولا كلهم 2000 وما ادري 2035 واحد تعيينهم غلط. التعويضات اليوم الثاني اسمي دفع التعويضات ورجع التمويل ما يرجعوه لبغداد. هذا اسمه مصروف حتى المبلغ مصروف. حتى المبلغ مصروف. وين ابو عبد الله؟ من وادي يا قبل هسه 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 شوف هم شوف التعويضات. سجل اسمه وخذ تليفونه حتى تتابع وياه. التعويضات اليوم الثاني اسمي دفع التعويضات. شلت فيها؟ لا هو اريد اشوف وين رايح. وين رايح؟ المحل مخبز هذا لكم؟ نعم. هذا لكم؟ لعد مال منو هذا؟ انت لك استاذ. لا لا ما انت. هذا مال منو هذا؟ شوف لي وين رايح. شوف لي وين رايح. هذا ورا ورا. شوف لي وين رايح. انت الراتب مالك من 2009 لحد هسه ما متوقف. زين انت روح جيب لنا اياه. منين انت بيا دائره؟ انا بالطرق وطلع التقاعد هسه. سجل سجل سجل. قبل على التقاعد انا مدير التقاعد هسه يفضل اليوم. ياسم محمد حنوش. عندك خابر مدير الطرق. ياسم محمد حنوش. لا عندك مع مرتي هنا موجوده بالتقاعد. عندك هويه تقاعديه؟ بعد ما مطلعي له. لا انا ما مطلعي له. تدري شو يقولوا لي؟ يقول لي جيب الرواتب مالتك من 2009. ما انا شفت قبل ترى التقاعد ورجعت. فمن رجعت وديت لهم كتاب 2009. وديت لهم كتاب خبر ايقاف محمد ايقاف الراتب مالتي. باكر باكر خذ له موعد وخذ تليفون هسه وخابره الصبح يروح لك يكمل له تليفونك.